من أراد أن يذهب لمشاهدة موسم الخريف فالخريف بدأ، لأن الخريف فلكيا يبدأ تاريخ 21/6. الأجواء جميلة جدا ابتداء من الجبال نزولا بالمدينة. المدينة حتى في ذروة الخريف في شهر 8 يجيك يومين في غيم، ويومين يروح لك واحد يصادف شمس، فما يستمتع بالأجواء في المدينة لأنها مشمسة فيصعد إلى الجبال. الجبال في محافظة ظفار ليست مثل جبل أخضر وجبل شمس يبالك أكثر من نص ساعة إلى ما توصل، لا، هناك من المدينة إلى أن تصعد الجبل 5 دقائق فقط. هنا درجة الحرارة 30، وهناك خلال 5 دقائق فقط وعشر دقائق درجة الحرارة دون 23 درجة مئوية. اليوم أنا بأرسل رسالة للجميع. في ناس يجون لموسم الخريف في بداية شهر 7 يبعدون عن الزحمة وزحمة العالم وزحمة السواح، يقعدون في المدينة شوية ولكن يكثروا وقتهم في الجلوس على الجبل والأجواء الحلوة في الجبل. في ناس ما يدوروا الفعاليات والمهرجانات، في ناس يبون الهدوء، يبون الزحمة تكون قليلة، فيوم من بداية 7 إلى بعد منتصف 7. اليوم يا جماعة الخير، احنا لابد أن نعرف، ما نقول للناس أن خريف ما فيه وما في شيء وما في شيء. ناس تلفت، ناس تدينت، بنت شقق، بنت بيوت، بنت عمارات، ناس تجارتهم ما تمشي إلا قليلا في موسم الخريف شوية تزيد. اليوم نقول للناس تعالوا ما شاء فعاليات، ونكسر خاطر هذول الناس اللي متسلفين ومتدينين من البنوك، وفي الأخير نقولهم لا تيو تعالوا شهر 8 وشهر 7 الأجواء موجودة وكل شيء موجود وكل حاجة حلوة. فأرجوكم أرجوكم، من أراد أن يذهب الخريف، الخريف موجود، نعم ما بذيك القوة في المدينة وفي الجبال جدا ممتاز، ولكن الخريف جميل وموجود. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.